يعني سيادة العميد، قبل دقائق أيضا يعني في محافظة النجف نتكلم، أب يعتدي على بنته عمرها 12 سنة. هاي الارتفاع بمعدلات الجريمة كنا قبل ما نسمع عليهم بعد 2003 بشكل غير مسبوق، الأسباب بدنا نتكلم، هل بالفعل ضعف القانون، فشل الحكومة العراقية بتحسين وضع اقتصادي أدى إلى مجمل هاي الأوضاع في حالات السطو المسلح، العنف الأسري، القتل وغيرها وغيرها والزنا؟ نعم، كثير من هذه الجرائم يعني بدأت تزداد جملة من الأسباب، لا يمكن أن نضعها على سبب واحد. أولا دخول مواقع التواصل الاجتماعي ثورة بعالم الاتصالات اللي حصلت بالعراق. كان العراق ما بي أي يعني وسائل تواصل اجتماعي، موبايل، وحتى الستلايت كان يعني محرومين من العراقيين. هذه دخلت يعني بصراحة، لكن يعني من أجل أن يعني تثقف وتوعي المجتمع، زيد ثقافته، زيد علميته، لكن بالعكس يعني تم اتخاذ الجانب السلبي منها، وبدت يعني تردي المجتمع، تردي الثقافات، تسطيح يعني ثقافات المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نشوف يعني نماذج تافهه نجدها، يعني هي اللي تتصدر الاعلام وتتصدر السوشيال ميديا. هذا فد شيء يعني مؤشر خطير. اليوم ايضا نتحدث عن يعني كنت اتحدث صباحا عن ظاهره يعني جديده، لا نقول ظاهره لكن حالات بدات تتكاثر، ممكن ان تصبح ظاهره، هروب فتيات من اهلهن. يعني اليوم ما لا يكاد يمر يوم دون ان الشرطه المجتمعيه تعيد فتاه الى اهلها. احيانا يعني يعاب علينا او يشكل علينا كشرطه مجتمعيه، اليوم في اشكلوا علينا انه كيف نعيد الشرطه المجتمعيه تعيد فتاه الى اهلها. احنا نقول يعني احنا هذا مجتمعنا، احنا من نعيدها، من نعيدها نذبها الى الجحيم او نذبها الى، اولا الشرطه المجتمعيه لديها سجل رعاية لاحقة، كل الفتيات اللي نعيدهن عندنا قاعدة بيانات بها، وعندنا سجل بها، ومفارزنا من النساء والرجال دي يزوروهم للبيت، يحاولون إعادة دمجها مع العائلة. شنو السبب؟ هل هو عنف أسري؟ هل هو كذا؟ هل يعني بنية متورطة بغواية أحد الشباب يضحك عليها؟ هذه كلها ندرسها نفسيا ومجتمعيا، ونقدم الدعم لهم، ونعيد دمج الفتاة بعائلتها وبأسرتها، وأيضا نطمئن على أنه هي ما تتعرض خطر من خلال زيارات ميدانية يعني أسبوعية. ويعني ما الشرطة المجتمعية يعني ما أعادت فتاة وتعرضت لخطر القتل أو لخطر التعنيف مرة ثانية إلا وتدخلت الشرطة المجتمعية. نهائيا لم يحصل قتل، لأنه نوقع على التعهد، وهذا التعهد أيضا نتابعه بزيارات ميدانية. وأما يعني الموضوع لا يمكن أن نقلد الخارج، بالخارج يعني الفتاة من تصير عمرها 15 أوتوماتيكيا تعوف أهلها، إذا تبقى بالبيت هم يقول لها يلا اطلعي كبرناك وانتهى الموضوع. إحنا قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا وثقافاتنا صحيح. وديننا يختلف، فلا بد أن نتكيف مع هذه الـ يعني القيم الموجودة، ولا نتأثر بالقيم الغربية أو القيم اللي تأتينا من الخارج. والأكثر اليوم الجرائم هي نتيجة يعني الغزو الثقافي و سيادة العميد. يعني أنا نعم عفوا أنا